مازال السلام عليكم مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من ضواحي إنزكان. يعني معنا حالة إنسانية، رب أسرة توقف عن العمل، يعني ما لقاوش مازال ما ياكلوا كما كتشوفوا، شوية ديال الدكيك اللي بقى عندهم في الدار. عطونا غير الناس لحد بابا دان معنا رب الأسرة يعود لنا المعاناة ديالو في أزمة جائحة كورونا. السلام عليكم، الاسم ديالك عفاك وحكي لنا. الدروازي عبد اللطيف، عبد اللطيف في الجرف، ساكن في الجرف. ومنين وقعت هذه الجائحة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكرفست بزاف لأن لولادي والله ما لقيت ما ناكل بالله العلي العظيم، لأن لوليداتي وما استفدت لا فراميد لا فوالو، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا تندورو بشي لعيبات تنبيعو ونشرو تنجيبو داك الف ريال تنتكافحو مع الوقت. أنا دابا منين جيت هذه الجائحة قسما بالله إلا الجنوية وصلت لعظم تنفكر بشي حاجة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا وقفت بالمعنى الكلمة درهم باش نشري بليكة ما عنديش أخوت، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقفت واحد وقفة تاع لا إله إلا الله، لأن لوليداتي الحالة حالة الله، هانتوما تتشوفوا أخوتي الحالة حالة الله. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي واحد والمرا حاملة ليا، وعندي موم، حنا أربعة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. وقسما بالله لا إلا ربي العالمين، إذا ما ناكلها وليدي تنديرها الحريرة، اللي عندي تنديرها الحريرة، والحالة حالة الله. ورا نتوما تتشوفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يحفظكم الله يسركم المحسنين، راه المحسنين كاين. والجمعية، الجمعيات ما استفدت منهم، استفدت منهم خطرة قبل رمضان 15 يوم، اشنو جديد فيها؟ جوج كيلو السنيدة، واحد غراف ديال الكوفيتير، واحد كيلو تاع اللوبيا، كيلو تاع العدس، كيلو تاع الروز. واش ندير بهذه الماكله ديني 4 شهور؟ حنا تهضرنا ولا اله الا الله، كلشي ولا بلوجهيات، لا الجمعيات لا كلشي ولا بلوجهيات عباد الله. وحق لا اله الا الله، وبلا انت تشوف كواك صافي تقول وانت لا درهم ما عندك، لا انت لا ولادك، لا الماكله ما تياكل بنادم نوبيه وكل نوبه مية وكل، ولا اله الا الله. والحاله حاله الله، والناس والجيران اللي تيدي بانونا وانا بلا نتقهر، ولا اله الا الله. ما استفدت في الراميد، ما استفدت لا لا إله إلا الله. الرامي دفعتي الرامي؟ دفعت للرامي، ما استفدت، ما جاني قالوا لي هذاك الشيء هكاك أستاذ. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحالة حالة الله، الحالة حالة الله، الحالة لا إله إلا الله. فاش كنت خدام قبل؟ كنت خدام تمشي للصحراء، تيديباني بنادم شوية مع الفليك هكا ويديباني وصافي، وماشي خدمة ما كاينة. ولي مشيت عندو بغيت نخدم تيقول لي ما كاينة خدمة، لي مشيت عندو بغيت نسول على الخدمة، لا إله إلا الله. ما فيا شي قماشي في وجهي اللي شافني تيقول لك المجتمع عندنا ما تيرحمش، تيشوفك أنت مقموش، أنت معلم بك الله، راه قلبك مزيان وبغيتي تخدم نيتك حسنة، وبنادم عندنا حكار تيحكرك تيقول لك لا ما كاينش، لا هذه لا هذه، وتمشي نفس المشكل أخر تلقاه جابني خدام أخر، وتقول فيما قصد تيقول لك لا إله الله. ما لقينا خدمه بيت هاجي خدمه شي عسى بيتها، الله يرحم الوالدين اللي كاينه، وشي واحد يوقف معايا الله يجازيكم بخير، هاجي خدمه باش نعيش انا ووليداتي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحم الوالدين والله يجازيكم، ما تنعرفوا الناس، مشينا عندهم مشينا، ما خليت في مشيت اخوتي، لا اله الا الله. وتقول شي واحد واش بيخدمني، ما خليت، ما درت، ما عندي راس المال باش نبيع ونشري، كنت ندير شي تويشيات، الفراشه منعوها، كلشي تمنع، ما بقاش عندي، وقفت لا اله الا الله. شنو نقول انا؟ قلت لا اله الا الله، قلت لك فكر في شي حاجه اللي تبغي نديرها، تنقول لا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والحاله راه حاله الله، ولا اله الا الله. والله ينصر جلاله الملك، والله ينصر سيدنا، والله ينصر المحسنين تا هما، الله يحفظهم، والله يعمر صدر ربي يوفق يا ربي. يعني ثلاث شهور كامله كيفاش دوزتوا؟ واش كنتوا كتاكلوا؟ والله العظيم نوبه هنا، نوبه هنا، نوبه هنا، امي الحوان تيتسالوني، انت امي الحوان اللي في الدرب، والله ما تندوز قدامه بالله، مول 3000 مول 2000 مول 1500، قسما بالله الا دار لي دابا حاليا، دابا ما عندي درهم، قلت لك باش نجيب بريك، هاد الدار لي ما عنده لي كوش، لا لا اله الا الله، قسما بالله الا عندي عشت ثلاث شهور هذه بالسميده، الحريره ديال السميده تاع الحليب، مره يشربوا مره ما يشربوا، يلاه عنده عام وربع شهور. ايوا هادشي اللي كاين الخوت، الله يجازيكم، الله ينصركم، الله يطول عمر سيدنا، الله يعمر سيدي ربي يفرج علينا وعليكم وعلى المسلمين، اللي يدير بحال بحسابنا الله يحن عليه، الله يجازيه، والله يطول لكم في العمر، الله يعمر سيدي ربي يبارك لكم ما نويتو يا ربي،
يا ربي انتم تتشوفوا في الحاله والحاله حالة الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يجازيكم بالخير. قال لي سمعنا وجي محسن، المحسنين كاينين يا ماشي ما كاينين، كاينين الناس وكاينين ولاد الناس، ولا كاين هذوك الناس الاخرين المكلفين على والو وكل شيء بالوجهيات. تيجوني في رمضان هذوك شي تاع الجمعيات تيجي لهم الخير والخير من الواكي، والله الا بالوجهيات. وقت قسمت فمي بالله الا خطر لي شديت داك الشيء قبل رمضان ب 20 يوم ولا ما 15 يوم، جديت فيها جدر تاع زيت لي سيور، غراف تاع الكوفيتير، كيلو تاع العدس، كيلو تاع الروز، كيلو تاع داك اللوبيا، قسما بالله يا الله اش ندير باش. والحالة حالة الله، وما استفدت ما والو، وربي كبير. ما شفتيش يعني الشكاية فاش ما دفع الشكاية صافي، مازال ما رجع ليا، دفعتها مورا العيد تاع رمضان، مازال ما مازال تطلع على واحد الدري تاع مقاريمو، وتطلع واحد الدري على داك الشيء تقول لي باقي عندك من تحت المعالجه، من تحت المعالجه تنموت، انا تنموت والله العظيم تنموت، ربي لي عالم، لا اله الا الله خوتنا، الله يجازيكم، الله يرحم الوالدين، الله يطول عمركم، اللي شاف محالنا الله يشوف محاله، غدا قدام الله، الله يفرج عليكم الخوت. الحاله حاله الله، رانا وقفت واحد الوقفه ديال لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يطول عمركم اخوتنا، ولا اله الا الله محمد رسول الله. انتم ماذا تشوفوا في الحاله؟ الحاله حاله الله، والو بينها شي خدمه كاع، شي خدمه انا ما نرضى كاع نقول لبنادم، ولكن لا اله الا الله راه وقفت، وقفت قلت لك وقفت، اي العظيم الا وقفت بينها شي خدمه ولا شي عسه ولا لي كان، لي كان الخوت الله يحن عليكم باش نعيش انا وليداتي، الله يفرج عليكم انتم اخوت، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. ايوا هادشي اللي كاين راه هو هذا. المشاهدين الكرام، كما سمعتوا هذه هي القصه ديال السيد هذا اللي ما استفد لا من الرميد دفع عليهم ودفع الشيكاية، يعني من لا رد حتى واحد ما كيجاوبو. كما كتشوفوا يعني الدقيق هو اللي بقى عنده في الدار، يعني كما كتشوفوا حتى الفراش ما عندهمش. كنتمنى من المشاهدين الكرام تعاونوا مع هذه الحالة الإنسانية. هو كيسكن فين قلتي لي؟ كتسكن الظرف، الظرف عمالات عين زكان، هاي الظرف يعني كما كتشوفو كنعسو على الأرض، فراش ما عندهمش، هو الزوجة ديالو حاملة وعندهم وليد صغير كما كتشوفو. إذن كنتمناو من المشاهدين الكرام يحن قلبهم. كاري هذا بشحال كاري؟ هاي بطناش، هادي راه معايا واحد المرا زوين وصافي، دايره معايا واحد المرا زوين راه ما خلصت لها 4 شهور، لا ضو لا ما، وقالت لي ها ريحتي متساعدتش معايا، الله تساعدت معايا، الله يحن عليها تاني، الله يطول عمركم اخوتنا، لا اله الا الله، الحالة حالة الله. إذن كما سمعتوا مشاهدينا الكرام، فمولة الدار اللي كان عندها سمحت لي في هذه العشور هذي، كما سمعتوا أن الغدا ما دايرينوش. سير ماما، سير ماما، جزاكم المشاهدين الكرام كنتمناو تعاونوا هاد الأسرة هادي، بالخصوص عندهم وليدات صغار والزوجة ديالو حاملة، بس
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.